هذه الأخت السائلة هم سالم تقول: أخت لي أحرمت بالعمرة ثم حاضت فخرجت من مكة بدون عمرة، فماذا عليها الآن؟ إن كانت اشترطت عند إحرامها إن حبسني حابس محلي حيث حبستني فإنها تتحلل. إذا ضايقها الوقت ولم تتمكن، جاء السفر ولم تتمكن من أداء العمرة، فإنها تتحلل لأنها مشترطة. أما إذا لم تكن اشترطت فإنها لا بد إذا أهرت واغتسلت أن تؤدي العمرة، ولا تسافر تترك العمرة، بل تنتظر حتى يزول عنها الحيض وتغتسل ثم تؤدي عمرتها، ولو سافرت فإنها ترجع وتؤدي العمرة. نعم.